السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعده، معاشر أكارم، فإننا نحمد الباري تبارك وتعالى ونشكره على نعمه كلها وآلائه جميعها، وما بكم من نعمة فمن الله، ومن نعمه علينا وعليكم حفظكم الله مثل هذه اللقاءات ومثل هذه الجلسات المباركات، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يجعلها لنا ولكم في موازين الحسنات يوم تعز الحسنات، إنه خير مسؤول. أيها الأكارم، بعد شكر الله عز وجل وحمده والثناء عليه بما هو أهله، فإن الشكر موصول إلى من كان سببا في هذا الخير العميم، وعلى رأس هؤلاء شيخ هذا المسجد وإمامه وخطيبه أخونا الشيخ محمد قاضي حفظه الباري ووفقه لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنتم أيها الأكارم، من أعانه، من ساعده، من جلس، من حضر، من لبى الدعوة، من استجاب، أسأل الله تبارك وتعالى أن لا نخرج من هذا المجلس بخفي حنين كما يقال، بل نسأله تبارك وتعالى أن نقوم من هذا المجلس وقد قيل لنا كما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات وما ذلكم على الله بعزيز. أيها الأفاضل، ثم إن شكرا خاصا ينبع من أعماق القلب على هذه الثقة وعلى إكرامنا بهذه الدعوة، ثم إننا نشكر أيضا صاحب الفكرة الذي أدلى بها، وهي فكرة إقامة لقاءات ومحاضرات في هذا الموضوع بالذات الذي هو موضوع الأخلاق. وما أدراكم الأخلاق؟ فأزمات الأمة متشعبة، لكن أكثرنا لا يفكر في هذه الأزمة، وهي أزمة حادة للغاية، هي أزمة الأخلاق، أزمة التربية، أزمة الآداب، هي أزمة حادة لرب الكعبة. كلنا يعلم هذه الحقيقة، لكننا نغفل، غفلوا بلي كاين أزمة كبيرة في الأمة هي أزمة الأخلاق. وحنا كي نقولوا هكذا، لا نقول هذا من باب الطرف الفكري أو من باب تقليد غيرنا، لا والله، هي حقيقة، لأن قضية الأخلاق قضية كبيرة على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى الأمم. فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. الأمة إذا أصيبت في الأخلاق فقد أصيبت في مقتل، أزمة حادة جدا هي أزمة الأخلاق كما سمعتم حفظكم الله. لكن احنا كي نتكلموا عن الأخلاق رانا نتكلموا عن الدين، الحمد لله، لب هذا الدين. لما تسمع أنت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، كأنه صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا لهذا. فلب هذه الدعوة المباركة إرساء الأخلاق: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تسمعون حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من خلق حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. سبحان الله، إنسان، لك أن تتصور هذا الإنسان الذي يصوم النهار والناس مفطرون، يقوم الليل والناس نائمون، المنزلة لا شك أنها عالية جدا عند الله تعالى. لكن يجي واحد ما صامش كما هو، صام الفريضة رمضان، ما قامش الليل، صام الفرائض واكتفى بها، لكنه يبلغ شأوه ويصل إلى مرتبته في جنات ونهار. والسبب الأخلاق الحسنة. إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، هكذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، لكن موضوع الأخلاق عموما والسبيل، سبيل الوصول إليها، هو موضوع أخينا الشيخ طاهر ضروي يحفظه الله تبارك وتعالى،
يوم الأربعاء حيتكلم، ولذلك باش ما ندخلوش في الكلمة تاعه، وإنما هي مقدمة نبين فيها عظمة الأخلاق. والله ما نجد الحياة كريمة إلا ببعث مكارم الأخلاق، والناس إن فسدت خصائلهم فقد فسدت حياتهم على الإطلاق. إذن قضية الأخلاق رأي قضية كبيرة، والحمد لله احنا نعتقد أن الأخلاق قضية كبيرة وأنها من الدين، من صميم الدين، وهي لب الدين، حفظكم الله ورب العالمين. ثم الأزمة الأخلاق أزمة حادة، والأمة التي تصاب في الأخلاق فقد أصيبت في مقتل، أصيبت في مقتل. وإحنا الحمد لله الدين بتاعنا هو دين الأخلاق بامتياز. تقرأ في القرآن حث على الأخلاق وعلى أنواع وصروف من الأخلاق، تقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أحاديث كثيرة جدا في الحث على التمسك بالأخلاق عموما وبكثير من أنواع الأخلاق بصفة خاصة. والحمد لله كلام العلماء تاعنا وكتب العلماء والمكتبة الإسلامية عامرة زاخرة بالكتب التي ألفت في الأخلاق، بل هناك موسوعات، موسوعات في الأخلاق. فنحن لا يزايد علينا أحد لما نتكلم عن الأخلاق، نتكلم عن الدين تاعنا، وعيب علينا أننا نقول أسمح بالأخلاق. شوف الغرب، روح لأوروب كذا، شوف وين وصلنا. علاش؟ السبب ماشي الدين تاعنا فيه نقص، احنا اللي كان فينا المشكل، ماشي الدين تاعنا فيه نقص في الحث على الأخلاق، بالعكس أبدا أبدا. الدين تاعنا مليء بالنصوص التي تحث على الأخلاق وتعظم شأن الأخلاق. ونبينا وقدوتنا وأسوتنا ومربينا ومعلمنا بأبيه وأمي ونفسي ومالي، نبينا عليه الصلاة والسلام حياته تاعو كاع أخلاق، وما كاش واحد كان أحسن خلقا منه، والدنيا بأسرها بكري ودوب وأم بعد، مستحيل. راح امرأة تنجب رجلا كان أعظم خلقا من النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ربه الذي خلقه وصفه بهذا فقال وإنك لعلى خلق عظيم. اتصورت، شوف اسمع معايا، وإنك، إن مؤكدة، لعلى، اللام مؤكدة، على من معانيها الفوقية. تصور كأنه ركب متن هذه الأخلاق عليه الصلاة والسلام وأحكم الركوب صلى الله عليه وسلم، ثم وصف سبحانه وتعالى هذا الخلق بأنه عظيم، مؤكدات بعضها بعد بعض. وإنك لعلى خلق عظيم، أعظم الناس خلقا بأبي وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام، هو قدوتنا، هو أسوتنا، هو معلمنا وأستاذنا. علاش بعض رحنا للشرق والغرب؟ خاطر حنا ضيعنا المعالم اللي ربنا تاعنا راحتنا، والا لو كان مشينا مليح القران والسنه وهدي النبي عليه الصلاه والسلام وسيره النبي الكريم عليه الصلاه والسلام وسير الاصحاب الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، احنا احسن ناس خلقا، مستحيل واحد يفوتنا ولا واحد يدانينا. لكن لما غفلنا عن هذه المعالم المباركه، عن هذه المعالم العظيمه، الان صرنا نتخبط ونقول فلان وفلان وبلاد فلانيه والغرب واوروبا وامريكا الى اخره، مع انك لو كان حقيقة هؤلاء تضعهم في الميزان، وإن كنا نوصفهم، نوصفهم عندهم بعض الآداب، عندهم بعض التربية، عندهم كذا، بصح ماشي هما القدوة تاعنا أبدا. لأنك أنت الآن لما تسمع وش صاير وتشوف وش صاير في الغرب، بيناتنا يا رحم والديك، هل يوصف الذي يكفر بالله العظيم بأنه صاحب خلق حسن؟ هل يوصف الشاذون والمثليون بأنهم أصحاب أخلاق؟ هل يوصف الذي يتخبط في الربا والزنا والفحش والفجور، هل يوصف هؤلاء بأنهم أصحاب أخلاق حسنة؟ هل يمكن أن يكون هؤلاء قدوة لنا؟ اللهم لا، مستحيل. إذن فرض نحن الذين نحسب أنفسنا أننا مؤهلون لقيادة الدنيا بكسرها، إي والله، لأن عندنا الدين تاعنا وعندنا القرآن والسنة، لكن المشكلة تاعنا مش هو هذا الخير اللي أعطاهم ربي، غفلنا عليه، تنسيناه، كما قال الشاعر بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات. صلى الله عز وجل أن يردنا الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم، ارتأى الشيخ حفظه الله شيخ محمد والجماعة اللي معاه أنهم هذه المحاضرة يعطيوا لها واحد العنوان سموها وتعاونوا على البر والتقوى، معناتها الأخلاق عموما. قدمنا بهذه المقدمة، ثم راح ندخل إن شاء الله نرجع هذا الموضوع الذي هو موضوع ماذا؟ موضوع التعاون، لأن التعاون من جملة الأخلاق الفاضلة والآداب الحميدة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمنون والمؤمنات، وخاصة في هذا الزمن، خاصة في هذا الزمن. إذا سموا الموضوع ربي يبارك فيهم وتعاونوا على البر والتقوى،
وهذا المعنوان مأخوذ من آية مباركة، لأن يقول ربي عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالله عز وجل ذكر هنا نوعين من التعاون. النوع الأول التعاون على البر والتقوى، والنوع الثاني التعاون على الإثم والعدوان. فأمرنا بالأول ونهانا عن الثاني. هكذا احنا جمع خيرهم الشق الأول وتعاونوا على البر والتقوى، ما نتكلموش عن التعاون عن الإثم والعدوان. سأل الله جل وعلا أن يجنبنا التعاون على الإثم والعدوان، وأنواع الإثم كثيرة والعدوان أمره واسع. سأل الله عز وجل أنه دائما نكون بعاد عن التعاون على الإثم والعدوان، لكن إن شاء الله دائما نتعاونوا على البر والتقوى حفظكم الله. إذن قال ربنا عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، احنا راح ان شاء الله نتكلموا عن البر والتقوى حفظك الله. التعاون هذا الخلق الحميد، التعاون في الحقيقة هو جبلة وهو فطرة وسجية في المخلوقات الحية كلها. احنا لازم نتعاونوا صغارا كنا او كبارا. الإنس يتعاون فيما بينهم ولا بد، الجن يتعاونون فيما بينهم ولا بد. إذن هذه فطرة وجبلة ولا بد من هذا، لأن الأعباء على الدنيا كثيرة. شكون فينا يقدر يتحمل أعباء الدنيا وحده؟ لا أحد منا يستطيع أن يتحمل أعباء الدنيا وحده. سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلى وسلم عليه الله، أعظم الناس وأفضلهم وأعلمهم وأذكاهم وأحب الناس إلى الله، وهو مؤيد بوحي السماء. ومع ذلك يقول مثلا لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: هذان السمع والبصر، احتاجهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذان السمع والبصر كان يعينه أصحابه، كانوا يؤيدونه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، فاحتاج إلى مساعدتهم ومعاونتهم بعد تأييد الله تبارك وتعالى. إذن التعاون هذا ربي يبارك فيكم فطرة جبلية، وكما قالوا الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. أيها الأكارم، الموضوع تعالى هذا بإذن الله تعالى في هذا الليلة حبينا نقسموه بعد المقدمة إلى ستة محاور، إلى ستة محاور، ونحاول أن نختصر الكلام إن شاء الله اختصارا في كل محور حتى يكون لنا بعض الإلمام بالموضوع، بعض الإلمام بالموضوع. وإذا ألممنا به فبعد العلم لابد من العمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه إن ارتحل. إن شاء الله إحنا بعد العلم يكون العمل. إذا نتكلم إن شاء الله في ستة محاور. المحور الأول من فوائد التعاون، من فوائد هذا الخلق، خلق ماذا؟ خلق التعاون. كي يتعاونون واش يستفيدوا؟ العقلاء والعلماء والفضلاء يوصلون فوائد التعاون إلى ما يربو عن 30 فائدة، إلى ما يربو ويزيد عن 30 فائدة. احنا نذكر بعض الفوائد فقط، ما نذكروش 30. الفائدة الأولى، التعاون مظهر من مظاهر القوة والتماسك، مظهر من مظاهر القوة والتماسك. كما قال بعضهم: كونوا جميعا، يوصي أبناءه، كونوا جميعا يا بنية إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا أحدا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تفرقت أفرادا. شوف هذيك الوصية شحال مليحة. قال لهم: كونوا جميعا يا بنية إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا أحدا، ما تتفرقوش. تأبى الرماح، الرماح تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أفرادا. شوف الرماح، معليش أقلام، هاي أقلام في يدنا. دوك هذا القلم نحكموه نكسره، نعطيه ولد صغير يكسره وحده، نزيد له ترين الثاني يبدأ يتقوى، الثالث يتقوى أكثر، نحط لك 10 أقلام ونقول لك كسرهم مرة واحدة، يقول له صعب ولا لا صعب. وهكذا يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا واحد المثل، ضرب المثل لما حثنا على الاجتماع وحذرنا من الافتراق، قال: فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الذئب لما يهجم على القطيع تاع الغنم واش ياكل؟ قال لك ياكل الغنم ولا الشاة القاصية، كمش ولا النعجة
لما يكون قمش وحده ولتكون نعجة وحدها يتجرأ عليها الذئب، يهجم عليها الذئب، جي سهلة. لكن قطيع حتى ولو كانت قطيع في غير نعاج، نعاج قاع ضعافة وحدة ما تسلك وحدة، لكن كي تكون مجتمعين يخافوا من الذئب. والنبي عليه الصلاة والسلام يحثنا على الاجتماع ويحذرنا من الافتراق، وضرب المثل بالذئب لأي شيء، للشيطان الرجيم. معناتها الشيطان كيصيبني وحدي يتجرأ عليا يخلو بيا فيتقوى عليا وأضعف أمامه، والله المستعان. لكن لما نكون في جماعة أنا مع خوتي، أنت تعاوني وأنا نعاونك، أنت تنصحني وأنا ننصحك، أنت تأخذ بيدي وأنا آخذ بيدك، فنتقوى بإذن الله تعالى. يد الله مع الجماعة، حفظكم الله. وفي الاتحاد قوة. ثانيا، نعم الصوت ماشي. إذن في الاتحاد قوة. الفائدة الأولى قاعدة التعاون، ماذا؟ أن التعاون مظهر من مظاهر القوة والتماسك، حفظكم الله. النقطة الثانية، يقول لك المؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، كما رأى أقوله. ولذلك التعاون من فوائد التعاون أنه يعين ولا يساعد على تقاسم الأعباء، على تقاسم الأعباء. والدنيا هذه مليئة بالأعباء، مليئة بالأعباء. كاين أشياء تحملها أنت، كاين أشياء أحملها أنا، بل كاين أشياء يحملها الصبي الصغير وحده، لكن كاين أشياء لا يتأتى للواحد منا أن يتحملها وحده. كاين أشياء ثقيلة فلا بد لها من تعاون. كاين أحيانا أخطار محدقة، أخطار تحدق بنا، فلا بد فيها من ماذا؟ فلا بد من التعاون، حفظكم الله. ثالثا، من فوائد التعاون القضاء على الأنانية، القضاء على الأنانية. الأنانية اللي نلقاو في النصوص الشرعية في الأحاديث وكذا يسموها الأثرة، يسموها الأثرة. الأثرة ماشي مليحة. الأنانية ليغويز نفسك، تحوس غير نفسك، نفسك وبعد نفسك ما كان حتى شيء. هذه بلية عظيمة جدا ابتليت بها الأمة، ابتليت بها الأمة. لكن التعاون يقضي على هذه الأنانية شيئا فشيئا، تولي ما تحوش على نفسك. لا لا، كيما الناس عاونوك أنت تعاونهم، كيما الناس وقفوا معاك أنت توقف معاهم. وهذا التعاون يأتي بالقوة والتماسك كما ذكرنا، حفظكم الله. رابعا، التعاون يداوي القلوب من أمراض كثيرة. القلوب تاعنا قد تعترضها، وقد تصاب هذه القلوب بأنواع من الأمراض. من هذه الأمراض الكبر، التعاون يقضي عليها. من هذه الأمراض الحسد، التعاون يقضي عليها. من هذه الأمراض الحقد والكراهية لأبناء هذه الأمة، والتعاون يقضي عليه بإذن الله تعالى. فكاين أنواع من الأمراض القلبية والنفسية يقضي عليها التعاون بإذن الله سبحانه وتعالى. من أعظم فوائد التعاون أنه سبب لتأييد الله عز وجل، سبب لمحبة الله عز وجل، سبب لمعونة الله تبارك وتعالى. ربي يحب هذا الخلق، ربي يحب هذا الأدب. وبالتالي كما كنا نقول يد الله مع الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام وش قال؟ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني ما دام تعاون الناس ربي يعاونك. لما تتخلى عن معاونة الناس ماذا تنتظر من ربي الناس سبحانه وتعالى؟ أنت ما تعاونش تحب ربي يعاونك، جزاء من جنس العمل. عاون الناس وربي يعاونك، وهذه قاعدة عظيمة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ننصح بها نفسي وننصح بها لو يسمعوا هذا الكلام. يقول أحيانا أنت تكون تعاون واحد، ولا عيط لك واحد باش توقف معاه في شيء، ولا تجري معاه، ولا تشفع له شفاعة حسنة ولا كذا، وانت واش تتذكر؟ تذكر بلي انت عندك اشغال الان، وعندك ارتباطات، ولا شغل تاعي شكون يقوم لي به؟ يقول لك اذا كان لابد، اذا كان لابد باش تعاون خوك اوقف معاه، وستجد الاعانه من الله. انت تجري مع خوك ووقف معاه وشفع له شفاعه حسنه ودير واش تقدر معاه، والشغل تاعك سيكفيكه المولى تبارك وتعالى، سيكفيكه المولى تبارك وتعالى. هو وعد من النبي عليه الصلاه والسلام، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. ما دام تعاون خوك ربي يعاونك، تعاون خوتك ربي يعاونك باذن الله سبحانه وتعالى. ايها الاكارم، فوائد التعاون كثيره جدا، اكثر من ان تحصر واشهر من ان تذكر.
ذكرنا احنا خمسة فقط على وجه التمثيلي لا على وجه الحصر يحفظكم الله. هذا المحور الأول. المحور الثاني بارك الله فيكم. الآن التعاون في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله وسلم عليه، آيات أحاديث كثيرة في هذا الصدد. من بين الآيات اللي سمعتوها واللي فتحنا بها الكلمة هذه قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا، أمر من الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهنا تعاون نوعان، تعاون أمر الله به وتعاون نهى الله عنه وحذر منه، صح؟ تعاون على الإثم والعدوان لا، تكلموا عن تعاون على البر والتقوى. وش معنى قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى؟ كلمة البر وش معناها؟ موجودة في القرآن، موجودة في السنة. كلمة البر باختصار، البر كلمة جامعة لخصال الخير، كلمة جامعة لخصال الخير. فالصلاة بر، والإحسان إلى الوالدين بر، والصيام بر، والحج بر، وصلة الأرحام بر، والأضحية بر، وهكذا. البر كلمة تجمع كاع خصال الخير، أي حاجة تاع الخير تدخل تحت مسمى البر. مليح، ربي أمر بالتعاون على جميع خصال الخير وتعاون على البر. يزيد قال والتقوى، والتقوى أتأملوا معايا التقوى وش قال العلماء؟ قال لك هذه الكلمة ولا هذه الكلمات البر والتقوى من بين الكلمات التي يقال فيها إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع. زوج كلمات كما احنا بدنا نقرأ مثلا الإسلام والإيمان، يقول لك الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني إذا اجتمع في موضع واحد في نص واحد في آية واحدة في حديث واحد يفترقان في المعنى. يكون الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأمور الباطنة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخره، مفهوم. لكن إذا افترق في الذكر كل واحد يضم الآخر، وإذا افترق اجتمع. كذلك البر والتقوى لما يجتمعوا في الذكر كما هنايا راهم مجتمعين في نص واحد، فالبر معناتها الأعمال تاع الخير، والتقوى اجتناب أعمال الشر، اتقاء تقوى اتقاء أعمال الشر هكذا. وتعاونوا على البر والتقوى يعني تعاونوا على فعل الخيرات وترك المنكرات. صح، زوج كلمات لو كان يفترقوا يقولوا البر، يقول زعما جمعية البر، هذه الجمعية دي تتعاون على إتيان الخير وعلى ترك الشر وعلى ترك المنكر، واضح؟ إذا تولي إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، والتقوى تولي تجمع بين الأمرين، تولي فعل الطاعات وترك المنكرات إذا افترق. المهم الله تبارك وتعالى أمر بهذا كله، أمرنا أن نتعاون على البر والتقوى، نتعاون على فعل الخيرات وعلى ترك المنكرات، على فعل الخيرات وعلى ترك المنكرات. في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، خاوتك طلبوك تعاونهم، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. هذه آية أيضا تحث على التعاون على البر والتقوى حفظكم الله. والآيات كثيرة، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، وشبك بين أصابعه المؤمن للمؤمن كالبنيان، كالبنيان بنيان قوي بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا. إذن قوة تعالى في اتحادنا ليس في تفرقنا حفظكم الله. قال عليه الصلاة والسلام أيضا انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وهذا في حث على التعامل على البر والتقوى. قول النبي عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، يصبح على كل سلامة من الناس صدقة. كل سلامة تعرفوا شو السلامة؟ سلامة جمعها سلاميات، سلامة المفصل، المفصل هذا مفصل وهذا مفصل وهذا مفصل، مفاصل. شحال المفاصل اللي فينا احنا؟ شحال فينا؟ كل واحد فينا فيه 360 مفصل. هذا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، والعلماء اليوم لا يستطيعون أن ينكروا شيئا من هذا بل أثبتوه إثباتا قاطعا. احنا فينا 360 مفصل، كل مفصل نعمة من نعم الله. لا لا لا، انت يدك لو كان جات هكذا ما فيهاش هذا المفصل، جات هكذا انت
تعب بزاف، لكن لما فيها المفصل هي تتحرك بسهولة. في هذا المفصل، في هذه المفاصل، أصابع المفاصل هذه ما شاء الله تريحك. كم كشف المفاصل تقول أنت كنا نقول روبو، لكن ربي كرمنا 360 مفصل في كل واحد. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم هذه السلاميات على كل سلامة يصبح على كل سلامة من الناس صدقة. كل صباح كل يوم لازم تتصدق 360 صدقة، كل مفصل شكر ربي عليه بصدقة. الله أكبر، شكون يقدر؟ يصبح على كل سلامة من الناس صدقة وعلى بزافة. لكن شوف الصدقات، الصدقات ماشي غير دراهم، ماشي غير دراهم. وبعد قال النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنواع من الصدقات، ثم قال وتعين الرجل في دابته، تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، وزيد في حديث آخر وفيك وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة إلى آخره، بكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة. الحمد لله، كتقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله خمس صدقات، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة خمسة واحدة أخرى، وهكذا يعني تسبيحات التحميدات التهليلات إلى آخر ما هنالك كلها صدقات ولله الحمد والمنه. الشاهد ما هو؟ وتعين الرجل، تعاونه رجل، تعاونه باش يركب، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. واضح؟ إذن هذا التعاون من جملة الصدقات، حفظكم رب البريات. قول النبي عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة إلى آخر الحديث. والله في عون العبد ما كان عبده في عون أخيه. إذا نشوف تعاون نفس عليه كربة تساعده تحلوا مشكلة تشفع من شفاعة حسنة إلى آخره، فحث صلى الله عليه وسلم على أنواع من التعاون. شوف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من خلال النصوص الشرعية وبعد ذلك رعاية للواقع شوف شو الكلمة الذهبية، قال حياة بني آدم وعيشهم في الدنيا قال لا تتم أو لا يتم إلا بمعاونة بعضهم لبعض. حياة تعالى ما تتمش إلا بمعاونة بعضنا لبعض، فلا أسوة في من يترك التعاون. هو ممكن يحشي عون الناس لكنه يحتاج إلى أن يعينه الناس. أيها الأكارم، كما قال قائل قلنا نصوص كثيرة جدا، وكما قال الشاعر لولا التعاون بين الناس ما شرفت نفس ولا ازدهرت أرض بعمراني. وكما كاش تعاون ما راح أنت ترتاح نفسيا ولا راح الأمة تزدهر وتتطور. لولا التعاون بين الناس ما شرفت نفس ولا ازدهرت أرض بعمراني. ولك أن تنظر، لك أن تنظر في أصغر مخلوقات الله عز وجل، مخلوقات صغيرة جدا. النمل، شوف النمل كيف يتعاونه، شيء عجيب جدا. تحب تضرب مثلا للتعاون ضرب النمل، يتعاون تعاونا عجيبا ويحصل منه العجائب. حبي تضرب مثلا للتعاون ضرب النحل، ولا لا النحل كيفاش يتعاونه، شيء عجيب جدا. ولا غرابة حين ذاك، العجائب تحون كثيرة هذه المخلوقات. لا غرابة أن تقرأ في القرآن سورة واسمها سورة النمل، وسورة واسمها سورة النحل، ما تستغربش لأنه كائنات المخلوقات فيها العجائب والغرائب. والله العظيم، والنمل تبني قراها في تماسكها، والنحل تبني رحيق الشهد أعوانا. فالله الله في التعاون، حفظكم الله. المحور الثالث بارك الله فيكم معاون موانع اكتساب التعاون. علاش ما نتعاونوش؟ لما نعرفوا هاد الحقائق، ولا لا نسمعوا هاد الآيات ونسمعوا الأحاديث ونسمعوا الكلمات ونقراوهم ونحفظوهم ممكن إلى آخره، ثم نشوفوا هاد المخلوقات صغيرة كبيرة كيفاش التعاون فيما بينها، وبعد حنا نتركوا التعاون ما نحبوش نعاونوا، هاي كارثة كبيرة. إذا هذا المحور يبين بعض الأسباب ولا بعض الموانع تاع التعاون ولا بعض أسباب ترك التعاون. اسمعوا معايا بارك الله فيكم، والحقيقة الأسباب اللي تخليك ما تتعاونش مع خوتك، ما تتعاونش مع الآخرين، هي عبارة عن أمراض النفسية، هي جملة ولا لفيف من الأمراض النفسية. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا منها وأن يطهر قلوبنا منها.
إنه ولي ذلك والقادر عليه. المرض الأول كنا أشرنا إليه قبل قليل. المرض الأول هو مرض الأنانية. الأنانية حب غير روحي. حب غير روحي. ودي كارثة كبيرة. شوف كنا هذه الصبي كيكون صغير وبعد يكبر يعرف بلي ماشي هكذا. الصبي كيكون صغير هو صح. وكل فاس تطعون له ويبكي كل حاجة في الدنيا ليه. يبدأ يكبر يفيق بلي لا شي غير ليه. كيما الناس يحبوه لازم يحب الناس وعندو خدمة كيما الناس يعطيوله لازم يعطي كيما الناس يعاونوه لازم يعاون وهكذا. المهم المرض هذا تاع الأنانية مرض عضال وداء الفتاك القتال والعياذ بالله. الأنانية مرض. الكبر اللي يخليك ما تتعاونش مرض. الغرور بالنفس والاعتداء بالنفس مرض يمنع من التعاون. الحسد للآخرين ما تحابش وكان عاونوه لي خير مني ما نعاونوش مرض. الحقد على أبناء الملة مرض. هذه كلها أمراض نفسية عياذا بالله. احتقار للآخرين فيما تقفش معهم تحوس عليهم مرض. هذه كلها أمراض لفيف من أمراض نفسية والعياذ بالله. ثانيا من الموانع أيضا التنافس المذموم. التنافس المذموم حب الريادة. معنا شوف حنايا كاين واحد التنافس حث عليه القرآن الكريم لكن احنا للأسف هذا التنافس الذي حث عليه القرآن الكريم احنا بعاد عليه في الغالب. والتنافس اللي ماشي مليح هذاك اللي نهار كامل فيه. ربنا عز وجل امر بالتنافس فقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صح ولا لا؟ تعاون نتنافسوا في الخير هذه اسمها المنافسه الشريفه. نتنافسوا في العلم نتنافسوا في العمل الصالح. الصحابه كانوا يتنافسوا ولا لا؟ رضي الله عنهم قلوب تحوم سليمه لبعضهم ويتنافسون. ماشي انتم تعرفوا كاع بلي النبي عليه الصلاه والسلام دعا يوما الى النفقه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوافق ذلك مالا عندي. كان عندي دراهم هذاك النهار قلت هذه الفرصه تاعي لاسبقن ابا بكر ان سبقته يوما. عمري ما سبقته. اليوم فرصه. النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على النفقه وعلى الصدقه. قال لك وانا عندي دراهم هذاك النهار الحمد لله اليوم نفوتوا. منافسه ومش منافسه. يحبوا حبا عظيما وما يبغضوش وما يحسدوش يتحبوا. هذه منافسة شريفة. منافسة في الخير. منافسة في تقديم الإضافة لما تحتاجه هذه الأمة. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام بنصف ماله شطر المال نصف المال قاعطاه. ثم جاء بعده الصديق رضي الله عنه فأتى بماله كله. قال يا أبا بكر ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. الخطاب قال لي جار من اليوم ما نزيدش نسابق ابا بكر سابق واحد اخرين نفس ناس واحد اخرين بصح الصديق ما نقدرلوش رضي الله عنهم جميعا وارضاه. منافسه شريفه. حتى قال الحسن البصري رحمه الله من نافسك اسمع مليحا من نافسك في الاخره فنافسه فيها ومن نافسك في الدنيا فالق بها في نحله. ما تنافسوش في حطام الدنيا ما تنافسوش في الاشياء الحقيره لكن احنا صرنا مثل النساء ومثل الصبيان. منافسة حقيرة في أشياء تافهة لا قيمة لها. وهذه المنافسة الحقيرة غير الشريفة تزرع في قلوب الحسد والأنانية ونحو ما ذكرنا من أخلاق الرذيلة. وهذه تمنع من التعاون. هذه المنافسة اللي ماهيش شريفة تمنع من التعاون. قل له كان أنا يا طالبة يقرأوا بيناتهم واحد فاهم مسألة الأخر مسكين ما فهمهاش. ما الذي يمنعك من أن تعينه على فهمها؟ عاونوا على فهمها. وكيف فهمها عندك أجر عظيم. وكيف فهمها راح تكون محبة بينك وبينه. وكيف فهمها راح أنت تزيد ترسخ المعلومة. وكيف تفهمها راح ربي عز وجل كي ما تفهمش حاجة يفهمك. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهكذا فوائد كثيرة. لكن أنت أخطأت تقول لا لو كان فهمه بك يجيب خير مني ما نفهموش. هذه المنافسة اللي ماشي مليحة. إذا هذه الأمراض النفسية وكذا وكما قلنا حب الصدارة وحب الزعامة تخليك ما تتعاونش هذه بلية عظيمة. وكي يقولوا هذا المرض هذا المرض للأسف حب التصدر وحب الزعامة وكذا راه فينا نحن. نحن من نزعم أننا نعلم الناس وندعو الناس ونشرف على شؤون الناس. أسأل الله عز وجل أن يطهر هذه القلوب وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا. تنافس بين الدعاة وكذا يكون تنافس في الخير. معليش هذا دار مشروع وهذا يدير مشروع وهذا يدير مشروع وهذا يدير مشروع وما شاء الله الأمة تنتفع. لكن حسد مذموم
منافسة أحيانا دميمة تؤدي بنا إلى الكراهية، تؤدي بنا إلى الغيبة، إلى النميمة، إلى كذا، إلى أنك أعمال تاع ناس الله يبارك إنجازات تكسرها بكلمات ساقطة مليئة بالحسد، مليئة بحب الزعامة وحب الصدارة وحب كذا. هذه أمراض، أمراض تحطم الأمة الإسلامية. حب الصلاة لازم نكون الأول يا أخي. ملي إحنا تعلمنا الحمد لله، علمونا الناس اللي تعلمنا عندهم الشيوخ تاعنا والعلماء وكذا، قال لك ليس المهم أن ترفع الراية، ولكن أن ترفع الراية. مش المهم أنك أنت لازم ترفعها، راية ترفع لازم أنايا. هذه الكلمة لازم نقولها أنايا. قالها واحد آخر الحمد لله. مشكلة وقعت في حي معين، لازم أنا نحل المشكلة ولا ما كانش يخرب. حلها خويا جزاه الله خيرا، واثني عليه خيرا وأدعو له بالخير. ولا حاب لازم دائما أنا في المقدمة وأنا في الصدارة والصورة تاعي دائما والباز وكذا وش نحكوا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. أيها الأكارم، من موانع التعاون التعصب والحزبيات البقيتة، حزبيات بقيتة جماعتي وحزب تاعي وكذا والدنيا مشكل كبير. هو سماكم مسلمين، الحمد لله احنا جمعنا هذه المظلة الواسعة التي هي مظلة الإسلام. علاش انت عندك جماعة ضيقة، فئة ضيقة، وهذا فئة ضيقة، وكل واحد واش يسمي كل واحد واش كذا؟ هذه بلايا عظيمة، هذه بلايا في الأمة. إذا خلينا هذه الفئوية وهذه العصبيات وهذه دمرت الأمة، وهذه من الأسباب التي تقضي على ماذا؟ تقضي على التعاون، والله المستعان تقضي على التعاون. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حلف المطيبين وكان شارك فيه قبل من الإسلام، قبل من النبوة كان شارك في حلف الفضول، وهذا حلف كان في الجاهلية وداروه رؤوس تاع الشرك. بصح حلف كان مليح، تحالفوا باللي ما كاش واحد يدخل مكة ويظلموه يبقاو يسعاو حتى وين يردوا له المظلمة تاعو. ما يتنظلم حتى واحد، واحد لا يظلم أحد بمكة، حاجة مليحة ولا لا؟ وكاين نقاط واحدة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم عجبوا الحال قبل الإسلام، بعد الإسلام، بعد النبوة، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك الحلف بخير، قال لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. شو بني حاجة مليحة، مش المهم يكون أنا، المهم تعصب هذا يا وعر بزاف. أنا بقى وصلنا تاع جماعة كذا وجماعة كذا، أمرات تعرفوها بلا ما نخوضوا فيها. وصلت ناس مسجد يبنى، مش متى مسجد، من بنى لله بيتا، بيت الله، بيت الله، من بنى لله بيتا ولو كمثل سقطات بنى الله له بيتا في الجنة، حاجة كبيرة. مسجد يبنى، تلقى كثير من الناس ما يشاركوش ويقولوا بلد تشارك، قالت جماعة الفلانية ولا جماعة الفلانية. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعمال تاع خير، بالك تشارك معاهم خير. قائمين على اليتامى، بالك تخدم معاهم، ما تقومش على اليتامى. قائمين على الأرامل، حاجة عظيمة، بالك، لأنه جماعة كذا وجماعة كذا. وهكذا فرقنا أنفسنا وشتتنا شملنا. نسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. أمر الرابع من الموانع، أيضا من الموانع اللي تمنع من التعاون، التنشئة خاطئة. تنشئة خطرت الولد يطلع، كي يطلع ما طلعش على أنه يتعاون، مضى هكذا كبر ما يعرفش ما تعاون الناس، ما يعرفش عايش نفسه، وهذه بلية كبيرة، هذه بلية، وهذه اسمها ده خطأ في التربية، خطأ في التربية تاعنا أولادنا. احنا نفروض الأولاد تاعنا والولاد تاعنا نعلموهم مذ نعومة أظفارهم، نعلموهم خلق التعاون. وين يبدأ هذا التعاون؟ يبدأ من الأول بيناتهم في البيت، في البيت يتعلم من الولد يعاون باباه ويعاون يماه، البنت تعاون باباها وتعاون يماها في الأشياء اللي يقدروا عليها. الأولاد والبنات في الدار يتعاونوا بيناتهم، يتعلموا يتعاونوا بيناتهم. دوك أنت عندك وليدك شوية لاباس قرا شوية، وعندك وليدك صغير، علاش ما يعاونوش؟ علاش ما يقريهش؟ يقريه ويعاونه ويتهلا فيه ويوقف عليه ما شاء الله. وهكذا هذا التعاون مهم جدا. التعاون لما يبداو الدراري يعلموهم في البيت، يعاونوا باباهم، يعاونوا يماهم كي تتعب في الاشغال تاع البيت الى اخره، حاجه مليحه بزاف بزاف. كي يكبر الولد يصير متعودا على هذا الخلق، موال في تعاون، موال في عاون، فيسهل عليه هذا الخلق. بارك الله فيكم معاشر الاكارم. المحور الرابع، نماذج فذة عظيمة للتعاون على البر والتقوى.
كاين واحد النماذج نذكروها نزيد تحثنا على التعاون مذكورة في القرآن والسنة وكذا مليح نعرفوها نماذج بركة، وإلا الأمر يعني أوسع من هذا بكثير. مهما كان إنسان كحتشوف بلي مهما كان إنسان يحتاج إلى التعاون، أي واحد فينا مهما أوتي من العلم من القوة من السلطة من المال من الجاه اذكر ما شئت، والله العظيم غير يحتاج شكون يعاونه. وحنا الوالدين تاعنا بكري واش يقولوا لنا؟ يقولك ملتاج ويحتاج، ولا لا ملتاج ويحتاج يكذب عليه، ما كاينش فينا اللي يحتاج شكون يعاونه، وبالتالي تتعاون الناس والناس يعاونوك. صح نضربوا بعض نذكروا بعض النماذج. ربي عز وجل في سورة الكهف تكلم عن رجل عظيم بلغ المشرق والمغرب، عن ملك عظيم، شكون هو؟ ويسألونك عن ذي القرنين، أحسنت، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. شوف هذا ذو القرنين هذا يا رجل صالح واسمه ملك صالح واسمه عبد الله واسمه الله أعلم، كل واحد وش يذكر، اختلفوا على أقوال واسمه ما يهمناش بزاف، كان يهمنا بزاف الاسم تاعو كان يذكر ربي عز وجل. صح علاش سماوه ذو القرنين؟ علاش؟ لماذا سمي ذو القرنين؟ كان يقالوا كانت عنده ظفيرتان، كان يقالوا كان عنده قرنان من نحاس، ذكروا أشياء ليس عليها دليل، كان يقالوا لأنه ملك فارس والروم، هذا قول وجيه. وأفضل من هذا أنهم قالوا لأنه بلغ بملكه المشرق والمغرب وسار في الدنيا، بلغ المشرق والمغرب، والشمس تطلع على قرن الشيطان وتغرب على قرن الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا بلغ المشرق والمغرب فعرف بذي القرنين أو لقب بذي القرنين. ذو القرنين ملك صالح طيب قوي جدا، أعطاه الله تبارك وتعالى أشياء عظيمة جدا خارقة هذا الإنسان هذا. ثم هل هو نبي أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بداية الأمر شك في أمره، قال والله ما أدري أذى القرنين كان نبيا أم لا، ثم بان له بعد ذلك أنه ليس بنبي، والله تعالى أعلم، والمسألة فيها خلاف. المهم هو ملك صالح، هذا الذي نجزم به أنه كان ملكا صالحا وأعطاه ربي عز وجل قوة وأعطاه بالأسباب وأعطاه كذا وأعطاه كذا. هل هو الإسكندر المقدوني كما يقولوا بالي الإسكندرية؟ هو لا مش هو، ماشي هو. ابن كثير رحمه الله يجزم يقول ليس هو، لا علاش؟ لسببين، يقول لأن ذا القرنين يذكر ربي في القرآن كان رجلا مؤمنا، وباني الإسكندرية الإسكندر المقدوني كان رجلا كافرا. زيد على ذلك تم تقرأ من ناحية تاريخية بينهما نحو ألف عام، إذا ماشي هو. المهم هذا رجل صالح ذكره الله ربي، ملك صالح ذكره الله ربي في القرآن. شوف كيفاش عاون واحد الناس. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس ومن بعد حتى إذا بلغ مطلع الشمس ومن بعد حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قراءة لا يكادون يفقهون قولا، ما يفهموش كي يهضروا، ما عنديش تفهم معهم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فسدحهم كبير معروف هذا، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، خلصوك أجرا، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، شنو يعطاه ربي خير من الدراهم تاعكم ما تخلصونيش، وشنو عاونوني؟ ذو القرنين يطلب المعاونة، فأعينوني بقوة، هكذا قالوا لا لا لا، ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، ماشي فقط سدا، ردما، ردم عظيم جدا. ومن بعد صح تعاونوا وبناوه بنوا ردما عظيما، فما استطاعوا مع القوة تاعهم يأجوج ومأجوج فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، حاولوا باش يطلعوا فوقه ما قدروش، حاولوا باش يتقبوه من جهة من جهات يخرقوه ما قدروش، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. وتعرفوا بالخروج تاعهم من أشراف الساعة كما هو معروف. الشاهد ما هو؟ الشاهد أن ذا القرنين القوة اللي أعطاها ربي عز وجل ومع ذلك طلب المعاونة، صح ولا لا؟ ملتاج ويحتاج، صح. زيدوا مثلا آخر حفظكم الله،
موسى عليه الصلاة والسلام كريم الله عصاه، كريم الله، لما بعثه الله عز وجل إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى، وش قال؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أسري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. الآيات طلب الإعانة ولا مطلبش؟ طلب الإعانة. نبي كريم من أولي العزم من الرسل، كريم الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك طلب الإعانة. خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كان يبني الكعبة طلب الإعانة ولا مطلبش؟ طلب الإعانة. وربي عز وجل سخر له ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام فأعانه على بناء الكعبة. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، اتعاونوا وطهروا البيت وبنوه وما شاء الله تبارك الله تبارك الله. أما نبينا صلى الله عليه وسلم وهو قدوتهم جميعا وأسوته قدوتنا جميعا وأسوتنا جميعا وهو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، فقد ضرب المثل الأعلى في هذا الخلق، خلق التعاون، كيفاش كان يعاون وكاش يقبل النبي صلى الله عليه وسلم باش يعاونوه عليه الصلاة والسلام. والقصص تاعو والسيرة تاعو تدل على هذا دلالة واضحة حفظكم الله. قبل البعثة وبعد البعثة يتعاون مع أهله، مع أهله كان يخصف النعل ويحلب الشاة ويرقع الثوب ويكون في شغل أهله صلى الله عليه وسلم، فإذا نودي إلى الصلاة قام إلى صلاته عليه الصلاة والسلام، يعاونهم في الطاعة. هذا ليس عيبا، بالعكس هذا شرف وهذا عين المجهولة، أنك تعين أهل بيتك فيما لا يقدرون عليه أو فيما يشق عليهم، تعاون زوجتك تعاون أهل البيت، هذا شرف أيها الرجل. سيد الرجال صلى الله عليه وسلم كان يخصف النعل، يحلب الشاة، يرقع الثوب، إلى آخر ما ذكرناه حفظكم الله، معنا مع الأهل، مع الجيران، مع الأصحاب تاعو رضي الله عنهم وأرضاه، بل وكان يتعاون مع أعدائه. والله العظيم حاجة فيها نفع للأمة، كان يتعاون النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا بكر يقولنا في الجاهلية حلف الفضول شارك فيه، وقال لو دعيت إلى مثله أو إليه في الإسلام لأجبت. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة، في المدينة شكون كان يسكن؟ إضافة إلى الأوس والخزرج وكانوا على الشرك في الغالب، شكون اللي كان يسكن في المدينة؟ اليهود، طوائف اليهود الثلاثة، طوائف اليهود الثلاثة كانوا يسكنوا في المدينة، بنو قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع، كانوا في المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما وصل إلى المدينة كتب معهم ماذا؟ ميثاق كبير، كيفاش نسيروا هذه المدينة وكيفاش نتعاونوا على هذه المدينة، لأنه جاورهم في المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعاون معهم، كاع مدينة تاعنا هذه كاع ساكنين فيها، رانا جيران كاع تاعنا نتعاونوا عليها، ما فيش مشكل. شكون اللي خان العهد؟ هم اليهود. وإلى النبي صلى الله عليه وسلم كان داير معهم عقود وعهود ومواثيق، وحاشاه أن يخونها صلى الله عليه وسلم رغم اختلاف الدين، لكن كانوا هم الذين خانوا هذه العهود ونقضوا تلكم المواثيق. أيها الأكارم، حياة النبي عليه الصلاة والسلام أكبر دليل على عظمة هذا الخلق الذي هو خلق التعاون. المحور الخامس حفظكم الله، التعاون في حياة الصحابة. تعاون في حياة الصحابة أمر عظيم أيضا، أمر عظيم جدا. فالصحابة الكرام رضي الله عنهم اقتدوا بنبيهم عليه الصلاة والسلام، عملوا بالقرآن العظيم وعملوا بما جاءهم عن نبيهم ومعلمهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكانوا يتعاونون. من أبرز ما يذكر في هذا الباب التعاون في هذا الجيل الطيب، ذاك الرعيل المبارك، من أبرز ما يذكر قصة الهجرة، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. لما أتى أبا بكر رضي الله عنه في بيته في وقت لم يكن يأتيه فيه عليه الصلاة والسلام، فأخبره بأنه يريد أن يكون صاحبه في الهجرة، فبكى أبو بكر رضي الله عنه. وعائشة أمنا رضي الله عنها كانت صغيرة، قالت فما كنت أعلم أن أحدا يبكي من الفرح إلا يومئذ. كانت تظل صغيرة، تظل بلي واحد كي يبكي تسمى حزين ولا حاجة وجعاته، صح يبكي من الفرح ما تعرفش.
الصديق لما أخبره عليه الصلاة والسلام أنه سيكون رفيقه في الهجرة وسيكون صاحبه ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه، فرح فرحة كبيرة أنه يكون صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ورفيقه في هذه الهجرة المباركة. إذن طلب منه خلاص بديه هي ويحضر ويجهز الأسرة تاعو كامل شاركت. أسماء ذات النطاق شكون هي؟ بنته بنت الصديق رضي الله عنها وعنه، أسماء على اسمه ذات النطاقين، لأن جمعت لهم وهيئت لهم الزاد في جرابين، زوج أكياس في جرابين، وبعد باش تربطهم قطعت النطاق تاعها الذي هو الحزام، قطعت الحزام على اثنين، ربطت بهذا وربطت بهذا، فعرفت بذات النطاقين رضي الله عنه وأرضاه. شاركت عبد الله وليده بنت الصديق رضي الله عنه وعن أبيه عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما، شارك بقوة، كان يروح عندهم، كان يروح صباح ربي راهو مع أهل مكة نهار كامل في الليل يهرب لهم، يروح عند النبي عليه الصلاة والسلام وعند الصديق يجيب لهم الأخبار ويقول لهم واش هم يقولوا في مكة، واش هم يقولوا عليكم الخطبة تاعهم القادمة، واش راح يديروا إلى آخره. فشارك بقوة عامر ابن فهيرة وهو مولى أبي بكر رضي الله عنه، شارك، كان يريح عليهما الأغنام باش يحبوا منها وكاد يستفدوا منها، وهكذا أسرة كلها شاركت وعاونت وتعاونت في هذه الهجرة المباركة حفظكم الله. ومن بعد ذلك في الطريق كان العجب، في الطريق تاع الهجرة كان العجب من الصديق رضي الله عنه، من بين أشياء تذكر في السيرة أنه لما وصلوا إلى غار ثور، غار ثور يختم تخبوا تما، غار صغير غار ثور لما تخبوا تما شكون اللي دخل؟ الصديق. قال له على رسلك يا رسول الله حتى استبرئ لك الغار، يعني نخاف ندخل، وكنت تدخل انت في الغار كاين عقرب ولا كاين شي حاجه تضرك، خليني انا ندخل، ولا كاين حاجه تضربني ضربني نايا، ولا حاجه تضرني ضربني نايا. رضي الله عنه وارضاه، استبرأ الغار والطفل والغار، جهز الغار، فدخل النبي عليه الصلاه والسلام. موقف عظيم جدا جدا. اثنين، لما كان يمشي تعجب منه النبي عليه الصلاه والسلام، احيانا يمشي امامه ثم يتاخر خلفه، يمشي امامه يتاخر خلفه، ما هذا يا ابا بكر واش كدير؟ خطرت يتقدم خطرت يتاخر. قال يا رسول الله اذكر الطلبه فامشي خلفك، نتفكر بلي كفار قريش هم يجريو وراك يحوسوا عليك، نمشي من اللور، ولا كاش كانت ضربه تجي فيا، وبعد اني نمشي هكذاك نتفكر الرصد، اتذكر الرصد، يعني ممكن ان يترصدوا لك الناس في الطريق، فامشي امامك. يتاخر يتقدم يتاخر يتقدم رضي الله تعالى عنه وارضاه. خيمه في خيمه ام معبد، يا اخي شربوا اللبن في خيمه ام معبد، واش يقول الصديق؟ بدا هو عطى النبي صوص يشرب. اسمع العجب، قال فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى، ما قالش حتى ارتوى، قال حتى ارتويته. شرب النبي صلى الله عليه وسلم تقول غلطه، وقال غلطه حتى ارتوى، لا حتى ارتويته، كي يشرب هو انا ارتويت، نحن العطش، كي ياكل هو انا نشبع. شوف منزله عظيمه جدا تاع المحبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا غرابه ان يقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن الله اتخذني خليلا، لان الخله وش هي؟ الخله اعلى درجات المحبه، ولذلك قالوا الخله لا تقبل المزاحمه. واحد برك ربي اتخذني خليلا، لو كما تاخذيش خليلا كنت اتخذ ابا بكر خليلا رضي الله تعالى عنه وارضاه. اذا شوف تعاون بين هؤلاء رضي الله عنهم وارضاهم. نموذج اخر، تعاون الصحابه في بناء المسجدين العظيمين، مسجد قباء والمسجد النبوي، تعاون عجيب جدا مع قلة الزاد وقلة العدد، لكن تعاون عظيم جدا. كيفاش بناوا مسجد قباء؟ اقرأ، شيء عجيب. وكيفاش بناوا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه كي وصلوا ما كانش مسجد، النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يسكن هو فكر في المسجد، لازم المسجد الذي يجمع الناس يجمع المؤمنين، هكذا فكر في المسجد. فكان واحد الحائط بستان لبني النجار، شراه النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. المهم قالوا لا نطلب ثمنه إلا من الله. المهم كان فيه قبور تاع المشركين، قبور المشركين، كان فيه خرب، كان فيه نخل، أمر بقبور المشركين فنبشت بالخرب فسويت وبالنخيل فقطعت، ثم بنوا بالحجارة على نحو بسيط، بنوا هذا المسجد العظيم الذي هو ثاني مسجد
في القيمة والأهمية بعد المسجد الحرام. هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا حفظكم الله، وهم يخدمون ويرتجزون، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. نؤذن إن شاء الله بعد أذان الوصل إن شاء الله. وصل حفظكم الله. مش هنزيد أشياء شيخ محمد. أربع ساعة. إن شاء الله ربنا يحفظ. بعدش نحاول إن شاء الله نكمل ما نطولش بزاف. إذا كنا في المحور الخامس كنا بصدد الحديث عن تعاون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الخلق العظيم كيف كان مجسدا في الصحابة. شفنا كيف بناه مع النبي عليه الصلاة والسلام مسجد قباء. كيف بناه المسجد النبوي الشريف. وشوفوا أيضا كيفاش كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزواتهم. في الغزوات أن بصوص كان الواحد فيهم يقول يا رسول الله نحري دون نحرك ونفسي دون نفسك عليه رضوان الله تعالى. وفي غزوة بدر لما استأذنهم واستشارهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول قائلهم يا رسول الله والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إننا هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. صحابة لو كان تشوف كيفاش كانوا، شو سبحان الله، احنا نقولوا خلية النحل دائما يضربوا التعاون يضربوا المثل بخلية النحل. احنا نقول لا لا، مجتمع الصحابة أفضل. مجتمع الصحابة كيفاش كان تعاون عجيب جدا رضي الله عنهم وأرضاه. ترفعوا هذه الأشياء اللي كنا نذكرها، الأنانية والحسد وكذا وحب الصدارة والزعامة، ما كاش داسوها بأقدامهم رضي الله تعالى عنه وأرضاهم. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الوقت اللي تسمع أنت صديق رضي الله، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانوا يسوسون الناس، يدبرون شؤونهم، يسيرون أمورهم بإحكام بعدل بإنصاف رضي الله عنهم. في هذا الوقت كان ناس واحد أخرين، خالد بن الوليد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، عمرو بن العاص، أبو عبيدة بن الجراح، كانوا يفتحون البلدان وينشرون فيها الإسلام ويهدون لهم هذا الخير العظيم وهذا النفع العظيم. في هذا الوقت كان ناس كانوا مهتمين، أبو هريرة مثلا رضي الله عنه، أنس بن مالك، عائشة أمنا رضي الله عنها، هؤلاء كانوا مهتمين بجمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بحفظها وروايتها ونقلها للناس.
في هذا الوقت كاين الناس كانوا مشغلين بالعلم، معاذ بن جبل يقدم العلماء رتوة بحجر أو رمية بحجر كما قال عليه الصلاة والسلام. معاذ بن جبل، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع كانوا مهتمين بتعليم الناس ما ينفعهم. أبو الدرداء، أبو ذر الغفاري رضي الله عنهما وأرضاهما كان عندهم اهتمام كبير بوعظ الناس وتذكيرهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر إلى آخره. هكذا أمة متلاحمة مجتمعة متحابة متآلفة وفي الاتحاد قوة كما ذكرنا. هذه القوة تحهم قوة عظيمة جدا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيها الأكارم، المحور السادس وهو المحور الأخير، محور طويل شوية معليش نختصره في دقائق بارك الله فيكم. من صور التعاون الآن شكونوا عمليين أكثر، من صور التعاون ومجالاته، مجالات التعاون نحتاجها، تحتاجها الأمة اليوم احتياجا كبيرا جدا. المجال الأول التعاون بين العلماء والدعاة إلى الله تبارك وتعالى، تعاون بين الأئمة، تعاون بين طلاب العلم، لأن هذا إذا تعاونوا أبشر سترى الخير كل الخير في الأمة. لكن هؤلاء إذا تفرقوا وتشتتوا شذر مذر فلك أن تتصور العاقبة المشؤومة، والله المستعان. ممن ضرب المثل العظيم في هذه القضية احنا في بلادنا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بن باديس رحمه الله والإبراهيمي رحمة الله عليهما لما بدأوا يفكروا في جمعية كما يقولوا هي خير جمعية أخرجت للناس. هذه الجمعية المباركة جمعية عظيمة التي غيرت مجرى التاريخ. شوف لما الجمعية دي جات تبدل كل شيء، ماشي في الجزائر، أثرت في البلدان المجاورة بل أثرت في العالم بأسره. هذه الجمعية كما كان يقول ابن باديس يقول رحمه الله يقول لك عمري شفت في الدنيا جمعية، يعني طبعا في ذلك الزمان جمعية كهذه الجمعية في تآلف العلماء وتحابهم وتعاونهم وتعاضدهم. سبحان الله، ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا تعاون بين العلماء، بين العلماء. فالثمرة تاعو كانت عظيمة جدا، الثمرة كانت عظيمة. فما أحوجنا إلى مثل هذه هذا الاجتماع، مثل هذه اللحمة بين علمائنا الذين نحبهم، بين دعاتنا، بين أئمتنا. هذه اللحمة القوية تعطي قوة عظيمة للأمة بإذن الله تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل كنتم خير أمة أخرجة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا التواصي فيه قوة عظيمة جدا حفظكم الله، وخاصة في هذه المرحلة التي نعيشها. النوع الثاني والصورة الثانية من صور التعاون تعاون الأمة على صناعة العلماء، لأن الأمة بحاجة إلى علماء، بحاجة إلى علماء، والعلماء قليلون في الأمة. العلماء الآن العلماء الربانيون قليلون جدا، ما نقولوش كما يقول بعض الناس ما كاش العلماء، لا لا حاجة. ولا تبخسوا الناس أشياء، الأمة فيها خير فيها علماء، لكن بالنسبة واش تحتاج الأمة حاجة قليلة بزاف. فلا بد للأمة أن تهتم بصناعة علمائها، كل واحد باش، واحد بالعلم تاعه، واحد بالمال تاعه، واحد بالفكرة تاعه، واحد بكذا بالمكانة اللي راهو فيها إلى آخره. تنفر الأمة بصناعة العلماء حفظكم الله. تعاون جميعا على هذا الخير. ثالثا التعاون على إنجاز المشاريع النافعة، هذا نوع عظيم أنواع التعاون على إنجاز المشاريع اللي تنفع الأمة، بناء المساجد، بناء المدارس القرآنية، بناء المدارس عموما اللي يقرأ فيها أولادنا وتكون نزيهة وذات رسالة ونظيفة وبعيدة عن الفساد، بناء المستشفيات، بناء العيادات. شحال واحد فينا يقول كاين تقصير كبير في هذا الجانب، ولا صاب وين يروح باش يعالج ولا يعالج الأهل تاعو، يقول لك ما صبتش هذيك الأجواء الشرعية، ما صبتكم يحترمني ويحترم المعتقد تاعي ويحترم كذا إلى آخره. أفلا ننفر إلى بناء مشاريع وإنجازات في هذه الأبواب هذه كلها؟ وأبواب الخير كثيرة والإنجازات اللي تحتاجها الأمة كثيرة. بناء دور الأيتام، دور الأيتام، قنوات تنفع الأمة. وراكم تشوفوا التأثير تاع الإعلام شحال كبير،
تأثير كما قال واحد قال لهم بكري كان يقولوا التاريخ يصنعه المنتصر، هكذا يقولوا. قالت لك اليوم يقولوا التاريخ يصنعه الإعلام، فالإعلام القوة تاعه معروفة ما يقدر ينكرها حتى واحد. وهكذا حفظكم الله التعاون بين مختلف أفراد المجتمع لاحتضان الضعفاء، لاحتضان الضعفاء وقضاء حوائجهم، يتامى، فقراء، مساكين، الأرامل إلى آخره، هذا ما يحتاج شكون يقوم بهم. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ولأن أمشي في حاجة أخي حتى أثبتها له خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. المسجد النبوي الاعتكاف فيه شهرا كاملا من طرف النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن الأجر عظيم جدا، لكن قال له كان نمشي في حاجة أخويا حتى ونقضيها له خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. مش تعرف قضاء الحوائج فيه فضل عظيم حفظكم الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث هذا ولأن أمشي في النخل فلون أحب الناس أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام هكذا بارك الله فيكم. إن أخاك الصدق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيها شتت فيك شمه ليجمعك. وجه آخر وصورة أخرى من صور التعاون، التعاون لحل النزاعات بين الأفراد والجماعات، هذا يسموه الإصلاح. مليح تكون عندنا مجموعة، مفروض كاع كل واحد فينا يشارك في هذا الخير، بصح على الأقل تكون عندنا مجموعة لاباس بهم، ناس عقلاء يعرفوا الشرع يعرفوا أشياء بزاف هكذا، ينفرون لمثل هذا لإصلاح ذات البين. ربي قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الإصلاح قال عليه الصلاة والسلام حديث عند ابن ماجه حديث صحيح عجيب جدا، قال ألا أخبركم بما هو خير من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. إصلاح ذات البين، الحسن بن علي رضي الله عنهما وش قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن ابني هذا سيد، سيد علاش؟ وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وقد وقع هذا حقا عام الجماعة عام 41 لما تنازل عن الخلافة لصالح معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فجمع الله عز وجل به الشمل وجمع به البيض وحفظ به البيضة سبحانه وتعالى. إذن الإصلاح، ونشوف الفرقة اللي راهي بلادنا اليوم في الأسر كوارث، الأب مع الإبن، الخاوة بيناتهم، العموم، الإخوان، واحد المشاكل اللي راهي في المجتمع، الجيران، كوارث كبيرة بزاف. وإحنا أهل دين وأهل إسلام، والدين تاعنا ما يحبش هذه الفرقة، ما يحبش هذه الخصومات، ما يحبش هذه العداوات، لكن لماذا؟ فإحنا من أوجه العظيمة تاع التعاون هذا يكونوا ناس يصلحون ذات البين، ناس مع فلان فلان فلان، وين يسمعوا خلاف بين رجل وزوجته، بين ولد وأبيه، بين جار وجاره، يسرعون ويهرعون إلى هذا الخير. الصلح والصلح خير، والصلح خير كما قال ربنا سبحانه وتعالى. سادسا الشفاعة الحسنة، تعاون شفاعة حسنة. واحد ضعيف مسكين ما قدرش يوصل لحقه، ماشي حق الناس، لا حقه، ما قدرش يوصل له، تعاونوا باش يوصل الحق تاعو، ما قدرش يدفع الظلم عن نفسه، تعاونوا. قال ربي عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفء منها. شفاعة الحسنة مليحة بزاف. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح اشفعوا تؤجروا. شي شفاعة؟ قالوا الشفاعة التوسط للغير لجلب نفع أو دفع ضر. تتوسط الواحد تجلب نفع ولا تدفع ضر، تجيب له نفعا أو تدفع عنه ضرا. قال عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا تجيه المسألة ولا تجيه القضية ولا تجيه الخصومة، قال إني لأؤخر الحكمة. علاش؟ ينتظر. قال كيما تشفع فتؤجروا، باش يجي بعضكم يشفع ويتوسط. قال يا رسول الله هذا والله الخطيه وناس الله وكذا، فيؤجر على ذلك. اذا الشفاعه الحسنه، من يشفع شفاعه حسنه يكون له نصيب منها. تعاون في هذا كذلك، تعاون في اعانه العزاب واعانه الشباب على تحصينهم وزواجهم، وهذا باب عظيم جدا
من أبواب التعاون، وخاصة في هذا الزمان، زمان كثرت فيه الفتن، شهوات. راكم تشوفوا شنو صاير في الشباب تاعنا، ثم صعوبة السكن مشكل، والخدمة مشكل، وكذا إلى آخره. فالتعاون في هذا الباب من أعظم أبواب التعاون حفظكم الله. ثامنا، التعاون على نظافة البيئة وطهارتها. وأمة الإسلام هي أمة الطهارة، هي أمة الطهارة بامتياز. ما لازمش واحد يزايد علينا كما قلنا في المقدمة، يزايد علينا في الأخلاق وغيرها. أمتنا هي أمة الطهارة. صح، واش نشوفوا كاع القمامة في كل مكان، هذا عيب فينا، وهذا نقص فينا، وهذا بسبب بعدنا عن ديننا ومبادئ إسلامنا وتعاليم هذا الدين العظيم. دين خطير أبدا. ربي عز وجل قال: وثيابك فطهر. قال صلى الله عليه وسلم: طهروا أفواهكم فإنها طرق القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر أفنيتها أو لا تنظف أفنيتها. فهذا الدين. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة من شجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي المسلمين. تعاون في نظافة هذه البيئة وطهارتها حفظك الله. التعاون بين الأغنياء، بين أرباب الأموال على المشاريع الكبيرة وغيرها، والتعاون بين التجار، تعاون نزيه مش الحسد، العكس. وتعرفوا كما كنا ذكرنا قبل قليل علامة النهضة ابن باديس رحمه الله، بين الجمعيات اللي دارهم فوقته، دار جمعية العلماء معروفة، دار جمعيات كثيرة، دار حتى جمعية التجار، جمعية التجار المسلمين. وتعرفوا الفوائد تاع اجتماع التجار واجتماع أرباب الأموال هذا. والتعاون كله خير، تعاون على الخير كله خير حفظكم الله. عاشرا، التعاون بين القمة والقاعدة، بين الحاكم والمحكوم على وجه شرعي، فهذا يؤدي إلى خير كثير. ليس أن يبقى الحاكم يسب المحكوم والمحكوم يسب الحاكم ورانا نمشي. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. أخيرا، التعاون ماشي غير بين أفراد قليلين، ماشي في البلد الواحد، بل التعاون بين بلدان الإسلام، التعاون بين بلدان الإسلام. تصوروا أرجو الآن التكتل الفلاني والتكتل الفلاني، وهذا زمن التكتلات، زمن التكتلات. أهل الكفر انتبهوا إلى هذه القضية، فتجد التكتلات الاقتصادية والسياسية وغيرها، وتعطيهم قوة عظيمة مع أنهم على الكفر، ونحن بفضل الله تعالى على الدين وعلى الإسلام. فلماذا لا نتعاون؟ لماذا لا تتكاتف الجهود؟ لو تكاتفت الجهود لا رأينا العجب العجاب بإذن الله تعالى. إذن سيعود لأمتي سؤددها، ستعود للأمة ريادتها وسيادتها وقيادتها للأمم، وما ذلك على الله بعزيز. معاشر الأكارم، كانت كلمتنا في هذا التعاون ومن التعاون احنا راح نختم الجلسة. الجيران تاعنا أهل المغرب، إخواننا في المغرب ابتلوا بهذا الزلزال وبهذه الهزة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم موتاهم، نسأله تبارك وتعالى أن يشفي جرحاهم، نسأله تبارك وتعالى أن يعيد إليهم مفقودهم، نسأله تبارك وتعالى أن يوفقهم بما يحب ويرضاه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مثل هذه الابتلاءات بردا وسلاما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا قلنا التعاون عموما على الخير مطلب شرعي لا بد منه، وضرورة إنسانية، حبينا ولا كرهنا ضرورة إنسانية أننا نتعاون. ما يقدرش الإنسان يعيش وحده، فالإنسان مدني واجتماعي بطبعه، ما يقدرش يعيش وحده، ليس متوحشا، يعيش مع الناس، يعاون ويعاونه، يمد. وانت لما تكون من المسلمين وتفهم القضايا ولما تعاون الناس تحتسب الأجر عند رب الناس، وتفعل ذلك لوجه رب الناس سبحانه وتعالى، فأبشر بالأجر العظيم وبالخير العميم بإذن المولى الكريم سبحانه وتعالى. قال ربنا عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. كلمتنا كانت في هذا الموضوع، يحفظكم الله. إن أصبنا فمن الله وحده لا شريك له، وما كان من الخطأ والزيغ والزلل فمن نفسي ومن الشيطان الرجيم، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن شاء الله تكونوا انتفعتوا ولو بكلمة واحدة. إذا ما انتفعتوا بحتى كلمة أسمحوا لنا يا أخي، ضيعنا لكم وقتكم. انتفعتوا بكلمة وتفكرتوها، قال هذاك الإنسان اللي قالها إن شاء الله ربي يوفقه وربي يغفر له وربي يدخل الجنة. إذا ما انتفعتوا بوالو أدعوا لي بالخير، وسامحوني ضيعت لكم وقتكم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، شكرا لكم جميعا،
والحمد والشكر لله أول وآخرة ابتداء وانتهاء، ثم الشكر وصولا إلى فضل الشيخ محمد يحفظه الله تعالى على هذه الاستضافة وعلى هذا الإكرام، والشكر وصولا إليكم جميعا دون استثناء على إصغائكم وجلوسكم وحسن ظنكم وإنصاتكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقال لنا كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات وما ذلك على الله بعزيز. سبحانك.